لا قراءتك كأس الملك ستقام فعلا اليوم، ستقام يوم 1 نوفمبر. عامة الفرق تخاف تقابل من؟ أكيد أكيد، بس ما يحزننا صراحة أن الأول مرة القرعة كأس الملك أنها تفتقد أحد أركان الكرة السعودية اللي هو الأهلي. أعتقد هذه من يمكن من اللي يفقد؟ يفتقد الأول مرة، تفتقد أحد أركان الأربع السعودية اللي هو الأهلي، فريق الأهلي. أعتقد فريق الأهلي هو اللي يمكن ما احنا متعودين نشوف الأهلي ما هو كأس الملك، ولكن جميع الفرق أعتقد أن كلهم كبار، ولكن الأهلي ركن أساسي للكرة السعودية وداعم للمنتخبات السعودية كلها، سواء الناشئين الشباب الأولمبي الفريق لأول مرة الأول لأول مرة، وهذا هو اللي أحزننا فقط. ولكن إن شاء الله بإذن الله أن الأهلي يرجع إن شاء الله لمكانه الطبيعي، ويرجع داعم رئيسي للمنتخبات السعودية. والقرعة يا خالد أعتقد أنه دائما قرعة كأس الملك أنه دائما الفرق القوية أنها ما تتمنى أن تقابل مع بعض إلا يا في الأدوار في دور الأربعة وفي النهائي، وهذا اللي تعودنا عليه. لكن بالسنوات الأخيرة لا، جاء الفيصلي خذاها، جاء التعاون حققها الفيحة العام الماضي. أعتقد جميع الفرق السعودية الحين جاهزة لأي بطولة، سواء الدوري أو كأس الملك أو المشاركة الخارجية.